السلام عليكم. الآن نصور لكم في فندق هاريس، غرفة من نوع هاريس روم. هذه محتاجة غرفة، صانع القهوة، خزانة، هذا هو الحمام. طبعا هذه الغرف تحتوي على شطاف، بعض الغرف على شطاف والبعض الآخر لا يحتوي على شطاف. هذه الشاشة، هذه الغرفة تأتي بسرير دبل أو توين، سريرين كمان، وهذه الصوفة بيد تسمح بإضافة سرير إضافي. وهذه الغرفة طبعا تأتي متصلة مع غرفة من نوع نفس النوع، مع غرفة من نفس النوع أو سويت. وهذه هي إطلالة، إطلالة على المدينة، جزئية على المدينة. هذه محتوية الغرفة، وهذا هو الحمام. طبعا هذا النوع من الغرف يحتوي على شطاف. هذا هو السرير، يأتي نظام سرير دبل أو توين. هذه هي الصوفة بيت، طبعا تسمح بإضافة سرير إضافي. هنا الخزان، خزانة والثلاجة. هذه الشاشة مسطحة، وهذه الإطلالة طبعا تشغل إطلالة على المدينة. شركة المحيط للسفر والسياحة. أفضل الأوقات لزيارة ماليزيا. يعتبر الجو في ماليزيا من أهم الأسباب التي تجذب الآلاف من السياح والزوار.